وخلال مشاركته في المائدة المستديرة الرئاسية بقمة داكار لتمويل البنية التحتية في أفريقيا، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الأخذ في الاعتبار تطوير المجالات الصناعية في المحافظات والمدن المختلفة لتطوير الصناعة والاستثمار. وأوضح مدبولي أن القطاع الخاص لن يتمكن من الاستثمار دون توافر البنية التحتية. وإذا أردت أن تكتفي بالاستثمار فبالطبع يجب عليك أن تأخذ في الاعتبار تطوير المجالات الصناعية في المحافظات والمدن المختلفة، وهذا هو هدفنا الآن، هو تطوير الصناعة. ولا قد تمكننا كذلك من إعادة بناء الموانئ المصرية والمطارات المصرية بحيث تحقق الكفاءة في مجال الطيران المدني وتيسر كذلك عملية الاستثمار. وفي الاتصالات نحن لدينا الآن نظام وشبكة متطورة للغاية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحن نعمل كذلك في مجال الغاز الطبيعي الذي مكن مصر الآن من تصدير الغاز الطبيعي إلى كثير من الدول الأخرى في أفريقيا وكذلك دول البحر المتوسط.